بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. باوربوينت 2016 بروجكت 2. بروجكت 2 open the presentation named orientation located in the powerpoint case 1 folder included with your data files and then save as employee orientation. نعمل select employee orientation, ناخدها copy عشان ده الاسم اللي هنحفظه بيه, to the end folder where your في المكان اللي بحفظ فيه الملفات بتاعتي. هنيجي نفتح هنا الوورد بتاعنا, المكان اللي بنحفظ فيه الملفات. orientation, دبل كليك عليها. opening orientation.bbtx 5%. فتح ملف معايا, هقول له فايل, خش تيب اس, هقول له براوس, هختار هنا بروجكت, هختار الدكتور ممدوح, هختار حاجة اسمها هوم وورك, المكان اللي بحفظ فيه الشغل بتاعي. اعمل نيو فولدر واكتب باوربوينت 2016 بروجكت. وادخل جواه واجي هنا باسم الملف ده فايل نيم واعمل بيست وقوله سيف. هيلاقي امبلوي ارجنت اورينتيشن. طب ده كده السؤال الاولاني. السؤال التاني يقول لي insert a new slide using the title slide layout. عايز اضيف شريحة جديدة, استخدم حاجة اسمها title slide layout. movie the new slide is it is slide 1, هضيفها في السلايد رقم 1. يبقى هاجي هنا في البرزنتيشن, هاجي هنا في اللي فوق خالص واحط علامة اللي هنا بتنور وتطفي هنا في المكان ده واختار نيو. انا عندي حاجة اسمها تايتل سلايد, او بخش انسرت, وانا في انسرت بقى عندي حاجة اسمها نيو سلايد, اختار عندي حاجة اسمها تايتل سلايد, هيضيف لي تايتل سلايد فوق خالص في رقم 1. طيب بعدها بيقول لي تيب اكتب بقى employee orientation, هاخد دي كده كوبي, اعملها select واخدها كوبي. تمام, as the presentation title on the title slide in the subtitle text publish folder tab your name. دي الجزء الاول. هنيجي هنا اهو, نيجي هنا في التايتل, دوس بماوس ونعمل بيست. وهنا عندي حاجه اسمها كليك, كليك تو اد سبتايتل. طب هكتب ايه في السبتايتل؟ هيجي هنا بيقول لي in the subtitle text place holder type your name, اكتب اسمك في السبتايتل. هاجي هنا واروح كاتب الاسم بتاعي سيد ابراهيم رضوان واروح عامل سيف. طيب تاني السؤال التاني بيقول لي create a new slide 2, هنشئ شريحة رقم 2 with the title and content layout, من متكونة من title والكونتنت لي اوت, واكتب تيب وات از السين لاين ليفنج السايتد ليفنج, خدها كوبي از سلايد تايتل. في التايتل بتاع الشريحه هاجي هنا اهوت, واجي في المكان الفاضي ده واروح داخل نيو واقول له سلايد تايتل اند كونتنت. وانا في التايتل هنا بروح داسي من الماوس واعمل بيست. طيب ايه تاني؟ از سلايد تايتل اند, واخد الكلام ده كده اخده كوبي, بيقول لي as the only item in the content placeholder change this to an border list unnumbered list. يعني المفروض ان انا احطها في الثانيه, بس هلغي منها حاجه اسمها unnumbered, يعني من غير ارقام, من غير قائمه ارقام. هروح جاي هنا واجي اعمل هنا واعمل بيست. اول ما هعمل بيست هنا هتنزل لي فيها اللي هي الرقم ده, عايز الغيه هروح داخل على الهوم, وانا في الهوم بختار اللي هي البلاي ليست دي واقول له نان. طيب ايه تاني؟ ماشي, نعمل